فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصيب أحد بالعين في بلادنا فإنه يؤخذ شعر من رأس العائن ويحرق، ويعرض المصاب بالعين إلى دخان هذا الشعر، فهل هذه الطريقة صحيحة وشرعية؟ لا، هذا ما له أصل. يؤخذ من غسالته، غسالة ثوبه أو إزاره أو من ماء وضوئه، ويصب على المصاب ويشفى بإذن الله. هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استغسلتم فاغسلوا. نعم.